السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعواشركم مبروكه، الله يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا والبركه ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وعلى الكومنتارات ديالكم، بارك الله فيكم. وشكرا اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا باي واحد دخل عندي عاد جديد، ومرحبا باللي غادي يدخلوا ان شاء الله. المهم اليوم جيتكم بواحد الفيديو نتاع حد الموبل، هذا يعني موبل قديم، وغادي ندير له تجديد، يعني نحوله لفاسون كيما نقولوا، يعني يولي حاجه اخرى، ما يبقاش كيما هكا. هنا عندي هذا باش نحك اللوح، غادي نبدا نحك هذا اللوح، هذا نحكه مزيان مزيان، ومن بعد نمسحه ونغسله، يعني نمسحه مزيان ما يبقاش فيه هذاك التراب ديالو وداك النجاره ديالو، نمسحها مزيان ونقيها، ومن بعد نولي لكم. هنا البنات نقيتها مزيان، مسحتها مزيان كما راكم تشوفوا، ها شوفوا، خليها تنشف مزيان ونولي لكم من بعد. هنا البنات كما راكم تشوفوا، هنا غادي ندير لها ان كوش دو بانتور بلونش، ها هي غادي نبنترها شويه بالبيض، يا ابخي عاد ندير لها لا بانتور دوري. هنا البنات ها هو كملت لها لابانتور، يعني درت لها غير بنتر خفيفه غير باش كي ندير لها الدوغي يشد فيها، المهم غير باش ندس داك الماغون اللي كان فيها. فوالا نخليها تنشف مزيان ومن بعد نرجع لكم. البنات جبت لا بانتور دوري ولا بانتور نوار، وجبت الومنيوم. الومنيوم غادي نكاشي به لي بي نتاعها، هذوك لي بي ديال التحت لي كجراير غادي نكاشيهم بالومنيوم، ونبنتر هاد الطابله ديالي كامله بالدوري، ومن بعد نقلع الالومنيوم ونبنتر هذوك لي بي نتاعها بلو نوار، ونرجع لكم. هنا البنات راها نشفت، ودابا غادي نخد هاد البنتوره ديالي، هاد لو سبراي تاع اكسيون، نبدا ندير على الطابله ديالي. البنات كملت لها البنتوره بارتو، قلعت هذوك الالومنيوم للرجلين، ودابا غادي نبنتر الرجلين بلو نوار. هذه البنتوره تاع اكسيون بلو نوار لاكي، وهنايا ما كثرتش البنتوره هنايا في الوسط، لان شنو غادي ندير، غادي شريت هذا البابي اديسيف افي ماغبر وغادي نلصقه هنايا، ندي لي ميزور على حسب اللي عندي هنا، وغادي يجي كامل هذا بحال اللي راكي دايره الماغبغ، وهنا عاود يجي الماغبغ بهاد الكارت هذا، بهاد كي يقولوا له بابي اديزيف، الورق اللي كيتلصق. المهم نولي لكم من بعد. هنا البنات جبت البابي هذا اديزيف، قلبته على الجهه الاخرى، خديت لي ميزور، لان ما غاديش غادي نوصل غير هنا هذاك البابي اديزيف، نوصله غير على حسب يجي هنايا، فهمتوا؟ ما غاديش يجي حتى للطرف، يجي غير بحال اللي في الوسط هنايا، كيما راكم نقول لك نخلي واحد 1 سنتيمتر عاد نلصقه من هنا، يجي لاصق هنايا بهذا القنت هذا حتى القنت هذا هنايا، ما نوصلهش هنايا. فوالا غادي ناخذ لي ميزور ديالها ومن بعد نقطعه ونلصقه ونوري لكم.
المهم البنات، ها هي الطبلة ديالنا كي رجعات كيما راكو تشوفو. ها هي الشكل ديالها كي ولا. تقدري تستعمليها هكا، يجو عندك الضياف وما عندكش البلاصه فين تحطي لا بواسون، تحطي لا بواسون لتحت ولتحي والفوق تحطي طباسه ولا حاجه. ها هو راكو تشوفو الطبله كي رجعات كي كانت وكي رجعات كيما كيبان الشكل ديالها. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم و بارطاجيو وديروا لايك قبل ما تشوفوا. الله يحفظكم، قولوا لي الراي ديالكم صراحه صراحه، ما تكذبوش عليا. يالله نخليكم على خير ونتلقاكم في فيديو اخرى ان شاء الله. يلا بسلامه عليكم، بسلامه بسلامه.